السلام عليكم يا متابعيني الحلوين، جيت لكم بعد غياب طويل لعدة أيام. ذلك كان عندي أسباب خاصة، اضطريت أن أتغيب عن القناة لكم يوم. هاليوم رجعت لكم بهذه الوصفة الحلوة، وأتمنى تعجبكم هاي الوصفة. سويت لكم معجنات بشكل وطعم جديد وكلش رهيبة ورائعة، وأتمنى تعجبكم. وتعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة تحضير هذه المعجنات الرهيبة. المواد اللي احتاجها لوصفتنا لهذا اليوم، عندي هنا أول شيء هذا كوبين ونصف من الطحين، احتاج له نصف كوب من السكر، بيضة واحدة، ثلثين الكوب من الحليب، يعني الكوب غير مملوء من الحليب الدافي، هذا الكوب يكون. احتاج نصف استكان او ثلاث معالق كبيرة من الاكل من الزيت، نصف استكان او ثلاث معالق كبيرة من الزيت. احتاج نصف ملعقة اكل من الخميرة، احتاج ملعقتين اكل من الكاكاو الباودر السادة، واحتاج القليل من الملح. اول شيء اخلي المواد السائلة كلها، اخلطها حليب والبيض، الزيت، الملح، السكر، واخلطهم سوية. أضيف القليل من الطحين، بعدها أضيف نصف ملعقة أكل من الخميرة وأخلطهم. أضيف باقي الطحين وأستمر بالعجن. عجينة لينة وهشة، ما راح أضيف لها المزيد من الطحين، راح أعجنها أول شيء، وبعدها بعد إضافة يعني بعد ما أنتهي من عجنها راح أقسمها إلى جزئين، والجزء أضيف له كاكاو والجزء الآخر أضيف له شوية طحين. شوفوا بعدها هشة وما يعني مو كفاية طحين، لكن راح أضيف لها بعدين، بس أعجنها شوية وأقسمها. راح أقسمها إلى جزئين، حاولوا يعني تنقسم الى جزئين متساويين افضل ايش قد ما تقدرون. هسه هذا الجزء راح اضيف له شوية طحين، حوالي ثلاث معالق كبيرة من الطحين راح اضيف لهذا الجزء واعجنها. احاول ادهن شوية ايدي بالزيت حتى لا تلتصق العجينة واستمر بالعجن. كذا مثل ما تشوفون انتهيت من هذه العجينة البيضة، اتركها على جهة، اخذ هذه العجينة الثانية، احاول افتحها بهذا الشكل وأخلي لها الكاكاو، ثلاث معالق كبيرة من الكاكاو، وأعجنها بهذا الكاكاو، وأدهن إيدي بالزيت حتى لا تلتصق.
أظل أعجن بها إلى أن يمتزج هذا الكاكاو كله بالعجين وتصير لون واحد. هكذا مثل ما تشوفون انتهيت من العجينة اللي بالكاكاو، راح أتركها أغطيها وأتركها إلى أن ما تختمر وأرجع لكم. يعني العجينتين راح أتركهم يختمرون وأرجع لكم. بعد ما اختمرت العجاين راح أبدي بتجهيزها. أول شيء أخذ عندي العجينة البيضة أفتحها على شكل قرص أو شيء مربع أفتحها أفضل. كذا بعد ما انتهيت من فتحها على شكل مربع راح ارفعها على جهة، ارش شوية طحين على البورد، اخذ العجينة الثانية وافتحها نفس الطريقة على شكل مربع، احاول اخليها تصير نفس الحجم اللي فتحت العجينة الاولانية بها. بعد ما فتحت العجينة خليتها فوق هذه العجينة البيضة، وراح أحاول أخليهم يصيرون نفس الحجم اثنيناتهم بهذا الشكل. قبل ما ألفها عندي هنا القليل من لب الجوز، هذا حسب الرغبة، إذا تريدون أو ما تريدون هذا الشيء يرجع لكم. اللي راح ألفها بهذا الشكل. أجيب سكينة وأقطعها للمعجنات. هذا الشكل صارت، وخليها بالصينية الفرن. شوفوا شلونها. أخليهم بصينية الفرن وأتركهم يرتاحون شي ربع ساعة وأرجع لكم. بعد ما تركت هذه المعجنات ترتاح شي ربع ساعة راح أدهنها بالبيض وأدخلها بالفرن وأسخن الفرن، أخلي يعني حرارة الفرن تكون 180 درجة وأبقيها لمدة بين 25 إلى 30 دقيقة بالفرن وأرجع لكم. هكذا متابعيني الكرام الحلوين صارت وصفتنا جاهزة، وكلش منظرها رهيب وطيب نفس الوقت. فأتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها، وألف عافية مقدما، وأترككم بأمان الله إلى أن نلتقي في فيديو آخر. شكرا جزيلا للمشاهدة.